بيتهيألي مفيش حد مننا سواء مصري أو سوداني ما بيستخدمش كلمة بتاع أو بتاعي أو بتاعت على الأقل 10 مرات في اليوم، وأكيد كتير مننا سمع قصيدة أحمد فؤاد نجم العبقرية البتاع. طب إيه هو البتاع وإمتى وليه بنستخدم اللفظ ده؟ بداية في 3 استخدامات للفظ بتاع. الأول تصنيف واسم، وأنا هنا أقصد التصنيف النحوي، يعني مثلا لما حد يقولك هات البتاع ده فهو قصده الشيء ده، بس غالبا ذهنه مش مستحضر اسم الشيء في لحظتها فمخه ادى إشارة سريعة بكلمة البتاع أو البتاعة، وده طبعا بيحصل اختصارا للوقت واعتمادا على انك فاهم هو بيتكلم عن ايه. ما هو اكيد طبعا مش هيقولك لفظ مبهم على حاجة انت ما تعرفهاش. خد بالك بقى ان اول استخدام لكلمة البتاع ممكن يكون لو حد بيحب يتخابس وما بيحبش يوضح هو بيتكلم عن ايه قدام الناس. اما تاني استخدام فمختلف تماما، هو مش اسم لكن لفظ ملوش تصنيف نحوي بيدل على الملكية. يعني مثلا ممكن تقول الساعة دي بتاعتي او الكلب ده بتاع احمد. تالت استخدام غريب شوية، لاننا لما بنستخدمه بتكون تركيبة الجملة اشبه بالجملة في الانجليزي مش في العربي. يعني مثلا لما بنقول المشتل بتاع الزهور دي تركيبة مش موجودة في العربي، لان اصل التعبير مشتل الزهور يعني مضاف ومضاف اليه، بس احنا بقى بنحب نجود ونحط التاتش بتاعنا فبنعرف المضاف وبنزود كلمة البتاع مع ان التعبير الاصلي اسهل بكتير والله. نيجي بقى للسؤال المهم، هي كلمة بتاع ليها اصل لغوي ولا زيها زي كلام كتير عندنا في اللغة اصله اما تركي او فارسي واحيانا كتير بيكون ابتي؟ الاجابة المفاجأة ليا قبل ما تكون ليكم هي ان الكلمة اصلها عربي، وعلى عهدة موقع مصراوي قال انها موجودة في المعجم الوجيز وان هي بتطلق على شيء انت مش فاكره وعايز تشاور عليه. بس انا بقى رجعت المعجم الوجيز بنفسي وما لقيتش البتاع ده خالص. لكن في بحث للدكتور احمد عادل عبد المولى عجبني جدا التفسير اللي اتقال فيه، واعتقد انه مقنع الى حد كبير. فكرته بتقول ان بعض القبائل العربية زي قبائل حمير كانت بتقلب الميم لباء خصوصا لو في اول الكلام، ودي حقيقة معروفة ومؤكدة، وناس كتير بتدلل على ده بلفظ بكة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الآية رقم 96 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وإن بكة هي مكة بس بنطق بعض القبائل العربية. في ناس تانية ليها رأي مخالف للفظ بكة في الآية، بس احنا خلينا مع الرأي الأول ومع الحقيقة المؤكدة لتغيير حرف الميم للباء عند بعض القبائل العربية. بيقول الدكتور احمد ان اصل الكلمة متاع، وبيضرب مثلا لما بيقول الكتاب بتاعي معناها ان الكتاب متاعي، وده رأي يحترم. زي مثلا ما في بعض اللهجات لما بنقول الكتاب حجاتي. في النهاية فكلمة بتاع هي اعجب كلمة في اللهجة المصرية والسودانية، وهأكد لكم كلامي بان اسيبكم تسمعوا قصيدة احمد فؤاد نجم العبقرية البتاع، وتسمعوا فيها كم استخدامات غير طبيعي للفظ البتاع. يلي فتحت البتاع فتحك على مقفول، لأن أصل البتاع واصل على موصول، فأي شيء في البتاع الناس تشوف على طول، والناس تموت في البتاع فيبقى مين مسؤول؟ وإزاي هتفتح بتاع في وسط ناس بتقول بأن هذا البتاع جاب الخراب بالطول، لان حتة بتاع جاهل غبي مخبول امر بفتح البتاع لانه كان مسطول، وبعد فتح البتاع جابوا الهوى المنقول، نكش عشوش البتاع وهد كل اصول، وفات في ريط البتاع ام سمي من المحصول، وخلى لون البتاع اصفر حزين مهزول، وساد قانون البتاع ولا عله ولا معلول. أيوة. فالقاضي تبع البتاع، فالحق على المقتول، والجهل زاد في البتاع ولا مقري ولا منقول، والخوف سرح في البتاع خلى الديابة تصول، يبقى البتاع في البتاع والناس صايبها ذهول. اسمعوا يا جماعة، والحد قال ده البتاع يقولوا له مش معقول، وناس تعيش بالبتاع
وناس تموت بالفول وناس تنام على البتاع وناس تنام كشكول. ادي اللي جابوا البتاع جاب الخراب مشمول، لان حته البتاع مخلب لراس الغول باع البتاع بالبتاع، وعشان يعيش على طول عين حرس بالبتاع وبرضه مات مقتول.